فاكرة يا بريمير، تعالوا نبدأ مع بعض تأسيس مات. وتأسيس المات هنا المقصود بيه إنه في لسون كنتوا أخدتوها في بريمير ودوزيام وترازيام بريمير، مطلوب مننا إن إحنا نبقى عارفينها عشان ندخل كاترين بريمير ما نبقاش قلقانين. طبعا هو في أكيد لسون جديدة هتاخدوها السنة دي، لكن إحنا هنقول النهاردة في الفيديو الأساسيات اللي إحنا هنمشي عليها. عندكم في جزء هيبدأ بيه الترم هو فالور، والارقام بتكبر معانا بتوصل لمليار زي ما انتم شايفين في التابلو اللي قدامكم. عندي مليار يونيتي، دو مليار، مليون، سنتين، ديزان يونيتي، اختصار سي ده سنتين ودي ديزان ويو يونيتي. نفس الكلام هيتكرر معانا في ميل ويونيتي سنتي، يعني الارقام بتكبر معانا. مثلا لو انا هقول يونيتي سامبل سينج، لو انا هقول الديزان فبدل ما اكتب كلمة ديزاين ممكن احط بدلها زيرو، سنتين بدل ما اكتب سنتين ممكن احط دو زيرو، في الميل توا زيرو في الانيتي بتاعتها، انيتي دو ميل يعني. طيب ديزاين دو ميل، احنا اتفقنا ان الديزاين ليها زيرو والميل ليها توا زيرو، يعني بعمل كده انها سينك الكاتر زيرو، سنتين دو زيرو والميل هو زيرو، ألور هنا في سينك زيرو، بتكملوا بنفس الطريقة في المليون والمليون. الجزء الثاني في الخاص بالأرقام هو كومباريزون دينا، يعني مقارنة الأرقام. مقارنة الأرقام مقصود بيها مي بلو جران بلو بيتي، ممكن أوردر كروسون، ممكن أوردر دي كروسون. هاخد شوية إكزامبل معاكم كده. لو أنا مثلا هقول مي بلو جران او بلو بيتي، اول حاجه بعملها هو ان انا جو كونت لشيفر، بعد الارقام فهلاقي هنا ان دو تروا كاتر وهنا ان دو تروا كاتر سينك، اكيد السينك بلو جران كاتر. طيب الاثنين قد بعض، يعني هنا سينك وهنا سينك زي الاكزامبل ده. هنا جوكونت اند تروا كاتر سينك اند تروا كاتر سينك، في الحالة دي هيجي في تاني خطوة وهي إن أنا أشوف أول شيفر، البرومي شيفر إذا كان ميل مليار على حسب. هلاقي هنا دو وهنا أ، يبقى دو بلو جران كو. طيب الاتنين بقوا زي بعض. هنا هاجي أبص على أ كاتر أه ست، هوصل لآخر شيفر اللي هو البنيتي 3 اي 2، يبقى 3 أكبر بلو جران كو 2. دونك جو كونت لي شيفر ما نفعتش، جو فوا لو بروميي شيفر ما نفعش، ببص على آخر شيفر، أفضل ماشية 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 لغاية ما أوصل لآخر شيفر. والفكرة دي هتساعدني بعد كده إن أنا جو فارم جران نمبر، جو فارم بتي نمبر، على حسب الإكزرسيس المطلوب منه. الحالة الثالثة أو النصاب الثالث هو الفورم. أنتوا عندكم في الليف هتاخدوا فورم كتيرة جدا، فورم إيتوندو، فورم سوتونو، فورم فيربال، فورم ستوندار، فورم ديفلوبي، الحاجات دي كلها هقولها لكم بس سريعا. ستوندار، كلمة ستوندار هي هي اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين مي لأن شيفرة، اللي هي حط الرقم في شكل أرقام مي أون شيفر. يعني مثلا ما كان بيقول لنا زمان سينك مثلا، بيكتبها لي كده فأنا أروح كاتباها كده مي أون شيفر، هي هي كلمة ستاندر. فمثلا بيجي يقول لي ناف ميل، يعني يقصد ناف ميل. لما يجي يقول لي سينك سون، يعني سينك سون، هو ده مقصود بكلمة ستاندار، مع اختلاف طبعا ان الرقم بيكبر. يعني مثلا في عندي ده كلمة ستاندار. الكلمة التانية وهي فورم فيربال، فورم فيربال اللي احنا كنا بناخدها زمان مي اون لتر مع فورم فيربال. يبقى انا كده اخدت نوعين، فورم ستاندار اللي هي مي اون شيف، فورم فيربال اللي هي مي اون لتر.
وفورم فيربال زي اي فورم فيربال، حاول مثلا في مليار الرقم اللي انا كتبته فوق يعني 230 اي 1 مليون 43 1204 اللي هو النمبر اللي انا كتبته في الفورم ستاندر ده، الفورم فيربال بتاعي. لوسون ابري هي ابروكسيماسيون، وانتوا كنتوا واخدينها قبل كده. الابروكسيماسيون كنت واخدينها في دوزيام بريمير، هقولها لكم سريعا. راجل دفير اون ابروكسيماسيون دي نومبر اونتور le chiffre regarde à côté 5 ou plus ajouter 1 de plus 4 ou moins laisser tomber rappelle les chiffres à droite devient des zéros. لو تفتكروا سريعا كده، انا باجي اعمل approximation اللي هي التقريب. التقريب ده بيكون انه بشوف الرقم اللي بعده، ولو هو 5 او اكتر بزود انا على الرقم اللي قبله وبحط الباقي كله زيرو. لو هو 4 3 2 1 0 فبسيبه زي ما هو وبرضه بغير كل الارقام لزيرو. ناخد مثلا اكزامبل مع بعض. ديزاين دو ميليه لا بلو بروش، اول حاجه مين هي الديزاين دو ميليه اللي انا هبص عليها؟ هي نف، يبقى هشوف النمبر ابري زيرو. احنا اتفقنا ان زيرو اند تو كاتر مش بتغير حاجه، يعني نمبر هيفضل نف دو نف، وبعدين الباقي كله زيرو. لو هقول مثلا ابروش ومليون لو هقول أبروش ومليون بلو بروش، هقول فور اكزامبل 5 مليون 654 مليون اللي هو السنك. لو هاجي أبص إن بعد السنك سات، إحنا اتفقنا إنه سنك سي سات ويت ناف جاجوت أن دونك 5 ستفرا 6 et le reste c'est 0 يعني سي 0 يعني 2 4 5 6 0. La leçon après propriété، وبرضو من ضمن البروبريتي اللي كنت أخدتوها في تروازيام بريمير للأديسيون ولل ملتيبليكاسيون، في تروا بروبريتي. البروبريتي الأولى اللي هي بروبريتي ايدنتيتي اديتيف، ودي بيكون فيها زيرو على فكرة، كل ده من الليفر عندكم. بروبريتي ايدنتيتي اديتيف يعني الأديسيون اللي موجودة، أديسيون هي بلس موجود فيها زيرو. البروبريتي التانية بروبريتي كوميوتاتيف، كوميوتاتيف يعني التبديل، يعني قلت مثلا 5 بلس 7 بلس 8 بلس 3 خليتها 3 بلس 7 بلس 8 بلس 5 زي ما انتم شايفين التبديل اللي قدامكم، دي اسمها بروبريتي كوميوتاتيف. البروبريتي الثالثة هي بروبريتي اسوسياتيف، وهي التوزيع، يعني مثلا مرة يقول 10 بلس 4 اونتر بارونتيز بلس 20 بلس 17، مرة تانية يقول 10 بلس 4 بلس 20 اونتر بارونتيز بلس 17 وهكذا، دي بسميها بروبريتي اسوسياتيف، يعني على الأغلب بيكون فيها بارونتيز. عندكم برضو لسان من ضمن الحاجات اللي كنتوا درستوها قبل كده وهيزيد عليها جزء هي المزور، مزور يعني القياسات، قياسات بكل أشكالها. فعندكم أول حاجة الساعة، une heure égale 60 minutes و une minute égale 60 secondes، يعني الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، وده أول جزء. تاني جزء بيتكلم عن الكيلومتر والمتر والسنتيمتر، دي كنت أخدتوها في توازيام بريمير. ان كيلومتر ايجال 1000 متر، ان متر ايجال 100 سنتيمتر و 1000 ملي متر، ان سنتيمتر ايجال 10 ملي متر. توازيام رجل سي ان طن، طن يعني ان طن ايجال
1000 كيلوغرام و 1 كيلوغرام ايجال 1000 جرام. لو سون 4 1 لتر ايجال 1000 مليلتر. في جزء تاني هو عن الجروندور، بيتكلم عن البريمتر اير، وده برضو كنت اخدته في دوزيام وتوازيام بريمير. اول حاجه بريمتر، يعني ايه بريمتر؟ لا لونجور دو كونتور دو فيجور سابيل لو بريمتر، و ميزوري لو بريمتر دان بولي لونج بوليجون on additionne la longueur de tous ses côtés. كلمة بيريمتر يعني الكونتور دو فيجور. فأنا مثلا لو عندي أي شكل، أي شكل، فبحسب أطوال أضلاعه، مجموع أطوال أضلاعه يعني بلس. يعني لو هنتكلم مثلا عن تريانجل فور اكزامبل، أهو تحت مكتوب عندنا لو تريانجل الفو دونك اديسيوني لي لونجور دو تروا كوتي بور اوبتينير لو بيريمتر. بجمع التروا كوتي بتاعة التريانجل عشان أقدر أجيب بيريمتر. لكن الكاري والريكتانجل ليهم لوا أو رجل، ليهم قاعدة. بريمتر دو كاري إيجال كوتي فوا كاتر. سي بار إكزامبل كوتي فوا كاتر، لو هقول الكوتي تروا هقول تروا فوا كاتر إيجال 12 سنتيمتر. بريمتر دو ريكتانجل إيجال لونجر بلس لارجر فوا دو. لونجر بلس لارجر فوا دو، يعني سي جو دي بار إكزامبل لونجر سي 5 إي لارجر سي 3، هقول 5 بلس 3 دابور إيجال 8، وبعدين ال 8 فوا دو تديني 6. الجزء الأخير هو لير، ولير دون فيجور سي لا ميزور دو لانتيريور دو سيت فيجور، داخل الشكل نفسه، هو ده لير. بور ميزوري ان سيرفاس اون يوتيليز اونيتي دير و اونيتي دو لونجور او كاري، يعني دايما بنستخدم متر مربع، سنتيمتر مربع، كيلومتر مربع، اللي هي دو، علامة الدو اللي موجودة فوق دي. ناخد بالنا انه لير دو كاري ايجال كوتي فوا كوتي، اي اير دو ريكتانجل ايجال لونجور فوا لارجر. فيت اتونسيون، لازم تكونوا عارفين كويس جدا الرجل عشان تعرفوا تحلوا. اتمنى تكونوا استفدتوا. اورفوار.